أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر، في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب، عليك أن تبرز أهمية النتائج التي حققتها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في معارك القدس. عزيزي الطالب، سيكون لهذا الأسبوع عمل مشروع للنتائج التي حققتها الجيش العربي في معارك القدس، حيث أن اشترك الجيش العربي في الحرب العالمية الثانية وانتشار القوات الأردنية في فلسطين. المعاهدة البريطانية كانت أول اتفاقية أردنية مع بريطانيا، ومثلت الاعتراف الكامل بالدولة الأردنية وتغيير اسم الدولة من حكومة الشرق العربي إلى مارة شرق الأردن. وكان هناك علاقة وثيقة بين الأردن وفلسطين والتي تعود في عام 2021، فقد ركزت إحدى الأحزاب الأردنية في بداية نشأتها على عروبة فلسطين والتحذير من الهجرة اليهودية إليها، ونشير إلى أن دور الجيش العربي الأردني الواضح الذي كان بشكل سري وكما يلي: تزويد المناضلين من الفلسطينيين بالذخيرة والأسلحة الخفيفة، أيضا تدريب المناضلين على استخدام السلاح، وكان الجيش الأردني يرسل المدربين من صفوفه، المشاركة الفعل للقوات الأردنية في معركة العلمين في صحراء مصر الغربية، وتعتبر معركة العلمين من أشهر معارك الحرب العالمية الثانية، وكان لها دور كبير في إسناد القوات الحلفاء أثناء المعركة، وقد اختارت بريطانيا مشاركة القوات الأردنية في معركة العلمين لخبرة الجيش العربي الأردني في حرب الصحراء بسبب تشابه البيئة الصحراوية. وقد برزت الحاجة للقوة الجوية في حرب فلسطين، ولم يكن الإسناد الجوي العربي ذو أثر في هذا الحرب، ولم يكن الأردن يملك أي سلاح جوي، وقد طلب جلالة الملك البدء بتدريب طيارين أردنيين يكونوا نواة لسلاح جو أردني، وتم استدعاء عدد كبير من الضباط الأردنيين الذين كانوا في دورات عسكرية مختلفة في بريطانيا، حيث كان الذين كانوا في دورات عسكرية في بريطانيا حينها وإفاد آخرين في الأول من تموز، وتم إلحاقهم دور تدريب طيارين فورا في مدرسة الطيران الابتدائي في بكنغهام، وتسلموا فيها بعد جناح الطيران باحتفال كان صباح يوم الخميس 19 من تموز في مطار ماركا، وكان 8 طيارين، 3 طيار ملاحظة و5 طيار نقل، وتطورت قوة طيران الجيش لتتكون من 3 طائرات و4 طائرات دوف، وكانت نواة قوة طيران الجيش في الأصل هي 7 طائرات نقل صغير. وكان تسليح الجيش العربي الأردني في حرب 48 وهو تسليح قوات المشاة بدرجة الأولى، ولا توجد طائرات مقاتلة أو مدفعية ثقيلة، بل مدافع 25 رطل وأقل، ولا توجد دبابات بل مدرعات خفيفة. أيضا تنظيم الجيش الرئيسي وهو من قيادة فرقة و3 ألوية وكتيبة مدفعية، وكان تسليح الجيش الأردني هي مدرعات ثقيلة، مدرعات استطلاع عليها رشاش، ومدفع ميدان، ومدفع مضاد للدبابات عيار 6 رطل، مدفع هاون، مدفع هاون عيار 2 بوصة، رشاش برين خفيف، رشاش متوسط فيكرز، ورشاش توماسون والآن عزيزي الطالب، بعد أن أصبح لديك فكرة رائعة ترى جدواها وأنها ستحقق نجاحا حينما تخرج إلى أمام الطلاب، أنت بحاجة إلى التعبير عن هذه الفكرة باحترافية، وأنت بحاجة لكتابة وصف المشروع. وصف المشروع وثيقة تشرح المسار الذي سيسير عليه المشروع لفترة زمنية، ويوضح الأهداف الخاصة بالمشروع، المفهوم لكثير من المصطلحات، مقترح المشروع، الملخص، التفصيل، وثيقة نطاق العمل، حتى تتمكن معرفة المسار الذي ستسلكه أنت وأفراد فريق عملك، كيف سيتم تنفيذ مهام العمل على المشروع. لا يوجد شكل محدد لوصف المشروع، أيضا يكون ملفت كاملا عن المشروع يحوي الكثير من التفاصيل التي ينبغي أن يعرفها جميع من يتم التعامل معهم. أيضا ستتخذ صفحة مثال كمثال في طرح هذا النموذج. بالطبع الملخص هو الهدف الأساسي من إنشاء صفحة للمشروع. أيضا العناصر هي التركيز في التصميم، استخدام هذا الوصف التصميم، وقسم يظهر فيه البحث عن المواقع، فيديو تعريفي كيف يعمل هذا الموقع، أيضا عرض ميزات هذا الموضوع، وقسم الأسئلة الموجود في هذا المشروع. شاكرة لكم أعزائي الطلاب، حسن استماعكم وتعاونكم.